بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. آمين. الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله، والترغيب في نصرته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم، وفي رواية أن يحقر أخاه المسلم. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه، حرام دمه وعرضه وماله. نعم. وهذا حديث عظيم لما يسمى الآن بالسلم المجتمعي. المسلم أخو المسلم، ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة هي أخوة الدين، أخوة الإيمان. لا يحقره ولا يسلمه، لا يؤذيه ولا يقع في عرضه. بحسب امرئ من الشر، يعني كافي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سبحان الله، يكفي الإنسان من الشر أنه يحتقر المسلم للونه أو لقبيلته أو لمستواه المالي أو المستوى المادي أو أي نوع من أنواع إيش؟ أو أنواع الاحتقار. انتبه لهذا، هذه جاهلية أيها الفضلاء، لأن الموازين عند ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الرباني، هذا الميزان الذي جعل بلالا مؤذنا، وجعل سلمان من آل البيت وإن كان في الحديث ما قال، وهذا الذي جعل صهيب النبي يقول: رابح البيع بيحيى، والحديث أيضا فيه ما قال. لكن كل هذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي بين الصحابة جميعا، ووضع هذه المبادئ في حجة الوداع. قال: لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. قال: التقوى ها هنا. إيش معنى التقوى هنا؟ يعني التوحيد والإخلاص، وجعل بينكم من عذاب الله وقاية، يقر به الجنان وينعكس على الجوارح والأركان، ينعكس على عمل الإنسان. فلا يأتي إنسان ويقول التقوى ها هنا ثم بعد ذلك يسكت، هذا مرجع. لكن لا بد من العمل، لا بد من الانقياد لهذه الأمور حتى يعظم وحتى يحقق معنى التقوى. نعم. وقال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولذلك أتى الدين بحفظ الضرورات الخمس، وهي المال كما في هذا الحديث، والنفس كما في هذا الحديث، والعرض كما في هذا الحديث. فهذا الحديث جمع 3 من الضرورات الخمس. احنا قلنا الضرورات الخمس هي المال والعرض والعقل والدين والنفس. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: قلت يا رسول الله أوصني. وهذا من جمال ما يحتاج المسلم في هذه الدنيا. والوصية صعبة على النفوس يا إخوان، الوصية صعبة على النفوس. والمسلم عليه دائما في هذه الدنيا كلما وجد من يثق في دينه أن يطلب منه الوصية. الشيخ بن باز رحمه الله كان في مسجده، وجاء الشيخ داود العلواني، وكان الشيخ بن باز ينزل عنده، وكذا الشيخ الألباني إذا جاء ينزل عنده. فنزل عند الشيخ الألباني بمكة، فأخذه لمسجد الشيخ بن باز، وكان الشيخ يشرح في منار السبيل وبترجحات الألباني، وكان إذا مر بحديث فيه مقال يرد الشيخ عليه في عدم حضور الشيخ إيش الألباني. فلما دخل الشيخ داود من الباب قال: السلام عليكم. قال له: من معك؟ قال: مع الشيخ الألباني. قال: غفر الله لك. يعني شوف أدب العلماء، سبحان الله. فكان الشيخ هنا يتوقف، ما يعلق على ترجيحات الشيخ الألباني، حفظا لمين؟ لمقام الشيخ. يقول الشيخ داود: قال بعدما انتهى المجلس وانفض الناس،
قال الشيخ بن باز على الكرسي والشيخ الألباني عند رجل الشيخ بن باز، شوف الأدب، ويقول له أوصني يا إمام. الشيخ الألباني هنا يطلب الوصية من الشيخ مين؟ من الشيخ بن باز. وأيضا في إحدى رحلات الحج جمع الله الشيخ بن باز والألباني وبن عثيمين رحمة الله على الجميع، وحانت صلاة الظهر وكان هناك لقاء، فإذا كان السؤال في الفقه يحال على الشيخ بن عثيمين، إذا كان في العقيدة يجيب الشيخ بن باز، إذا كان في الحديث يجيب الشيخ الألباني. ما في حسد للأقران، يعني حب للخير. الشيخ بن باز لما كان في الجامعة الإسلامية وكان الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية، فكان حلقة الشيخ الألباني أكثر طلابا من حلقة الشيخ بن باز، فكانوا يأتون يقولون يا شيخ الطلاب عند الشيخ الألباني أكثر، يقول فضل الله يؤتيه من يشاء، وانتهت السؤال، فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص وش المانع؟ نحن كلنا في ثغر ومهمة واحدة، اللي هو نحن نريد أن ندل الناس على ربهم، زادوا عندي كثروا عندي ما هم، مو يبدأ أن يدور لك أن كيف سبحان الله يعني يضرب فيك سالفة كذب ولا كذا ليبعد الناس عنك أو يوقف لك الدرس، ما في هذا الكلام، هذا الأدب لهؤلاء الجهابذة رحمة الله عليهم. فحانت الصلاة فقالوا، يقولوا صلي الشيخ باز، قال لا، بل احنا شوف تواضع الشيخ باز، قال نحن جميعا في القرآن سواء إن شاء الله، لكن أنت تفضلنا بالسنة، يطبق الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، قال نحن في القرآن كلنا إن شاء الله سواء، لكن أنت أعلمنا بيش بحديث رسول الله، صلي بنا أنت. فيقول الشيخ الألباني، يقول أصلي بكم صلاة رسول الله، شوف تواضع الشيخ بن باز، يقول يا أبا عبد الرحمن صلي بنا صلاة رسول الله، علمنا يا أبا عبد الرحمن عليه الصلاة والسلام، يقول علمنا صفة كيف الصلاة تكون. شوف يا أخي أدب هؤلاء الناس. ولذلك هؤلاء الناس لما رحلوا إلى ربهم رحمة الله عليهم بعدما ملأوا الدنيا علما ونشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تزال محبتهم في قلوب الناس، العدو قبل الصديق، قبل الصديق. في النيجر يا إخواني، في شدة فترة من الفترات قبل 15 سنة، لما انتشر، كان في مجاعة في النيجر ونزل بعض الفضلاء إلى هناك، يقول ما زال الناس يثنون خيرا على الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قالوا كلما كان الشيخ في خير وكان حي ما كان الضيم يصل إلينا، قال شعرنا بفقده بعد موته. ويقولون كانوا يجدون هناك في شدة المجاعة في قلب الصحراء في النيجر، يجدون كتب شرح كتاب التوحيد والأصول الثلاثة هناك، قيل من أين أتيتم بها؟ قال الحجاج أتوا بها لما رجعوا من الحج، الكتب اللي توزع فين؟ توزع في الحج. فلذلك أقل شيء تقدر تدعو به إلى الله عز وجل هو أنك أنت الكتاب، ناس مسافرة كده أعطيهم كتب، أعطيهم مصاحف، أعطيهم مثل هذه الأشياء. قالوا في الصحراء وجدنا كتب التوحيد، لأن الأمة الآن تضرب في عقيدتها وتحتاج أن يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس حق الله عز وجل على العبيد. نعم. قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. هذا الآن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، يطلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان إن وجد من يثق في دينه فيطلب منه ماذا يوصيه، فأول وصية وصي به النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله، هذه رأس الأمر كله، لأن الناس يا أخواني إذا جعل بينه وبين عذاب الله وقاية لن تجد الإنسان يأتي بالذنب ولا بمعصية، لا في الخلوة ولا في الجلوة. إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك أبو الطيب المسكي كتاب التوابين من أمتع الكتب، يعني اقتنوه يا أخوان، نزلوه من الإنترنت، اشتروه، كتاب اسمه التوابين لابن قدامة، كتاب ماتع جدا، تلقى نسخة PDF موجودة في المكتبة الشاملة أو في الإنترنت، كل يوم اقرأ منه كده قصة قصتين،
هذا الكتاب من متعات اسم على مسمى، يذكر قصص التوبة من الأنبياء إلى من عاصرهم ابن قدامة رحمه الله. فأبو الطيب المسكي هذا جزاكم الله خير كان رجل من عباد العراق وكان جميلا، فجلست امرأة على مدرجته وتحيلت له وقالت إن زوجي في داخل الدار ينازع الموت، فهل عالجته معي؟ الآن فزع صح ولا لا؟ فدخل فأغلقت الباب وتحللت من ملابسها وتخلت، قالت إن لم تقع بي فضحتك في كل العراق. والناس ينتظرون أي مطوع على أي غلطة ولو بالكذب لكي يشيعوا أمره، والله عافينا. هذا من زمان مو من دحين. قال إذن انتظري حتى أتجمل لك. سبحان الذي أعطاه سرعة إيش البديهة. قال انتظر حتى أتجمل لك، ما ينفع كذا، فشوفينا روحي كذا جيبينا شيء ناكل ونشرب وكذا، وأعطيني أشنانا لكي إيش أغتسل وأتجمل. قالت يلا بس خلاص ادخل هنا الحمام. فدخل فقضى حاجته ولطخ ملابسه بعذرته، فلما خرج إيش الرائحة التي تنبعث منه؟ الرائحة النتنة. قالت اخرج اخرج أيها الشيطان اخرج. قال فخرج فما أصبح يشم منه إلا المسك، فكني بأبي الطيب المسكي نسبة إلى المسك، بأبي الطيب المسكي. هذه القصة يا أخوان، ونحن في مجموعتنا في سؤال على الواتس يرسل لأحد الشاب على الخاص يقول كنت في إحدى المدن صيفية، يقول وقال في واحدة كده شابة معانا نازلة في الشقق المفروشة تطالع فيها وكذا، قال المهم قال أنا دخلت غرفتي وقفلتها أتاريها ساكنة في نفس الدور اللي أنا فيه، دقت عليها الباب قالت تعال تعال أبغاك بسرعة عندنا أشياء كده تشيلها لي شنط إيش تشيلها. قال وأنا يعني مصدق وقلت أدخل، قفلت الباب وفسخت ملابسها وجلست تقبل فيها وكذا وتقول لي يلا الآن ولا أفضح. قال لها أبشري بس أبويا قال لها بيجي دحين، خليني بس أغفل وينام وجيكي. شوف سبحان الله التاريخ يعيد نفسه. قال بس فكتني قال على طول نزلت غلقت الشقة ودفعت وسبت المكان وفلت. فيا شيخ علي يا شيء طبعا سبحان الله يا إخوان، ما يا إخواني امرأة تقول لك تعال ما تروح مع أحد الله يجزاك خير، انتبهوا يا إخوان لمثل هذه الأمور، انتبه لها تماما، ابتعد عن هذه الأمور جملة وتفصيلا. قال والله يا شيخ أحس إني كهربا كانت في جسد، الحمد لله الذي نجاني، قلنا الحمد لله الذي نجاك لك عد لا عد عيد مرة ثانية. تروح تتواصل مع الريسبشن مع الموظفين مع كذا، أنت ما لك صلاح مثل هذه الأمور. فالشاهد يا إخواني فهذا الذي طبق معنى تقوى الأمر رأس الأمر كله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فين؟ في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، جمع بينهما لدناءتهما. وكم من إنسان زاك الله خير عبر وسائل التواصل ولا عبر اتصال تليفوني ولا عبر كذا ولا كذا يبدأ بالنقاش ويبدأ بالحوار وأساعدك وتساعدني ونظرة فكلمة فابتسامة فموعد فلقاء، وتأتي الطوام الكبرى التي لا يعلمها إلا الذي برأ النسمة وخلق الحبة تبارك وتعالى. فهذا الأمر التقوى هذا أمره عظيم يا إخواني، لو الناس اتقوا ربهم عز وجل لن تجد مرتشيا ولن تجد لصا ولن تجد سارقا ولن تجد من يقع في أعراض الناس، تجد الناس كلهم على قلب رجل واحد، لأن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كانوا هم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود يقول لهم قال اتقوا الله حق التقوى، يعني قال يا رسول الله إننا نتقي الله، فقال ليس هو كما تقولون، ولكن الإنسان الذي يفعل ذلك فليذكر الموت والبلاء وليحفظ العقل البطن وما وعى والقلب والعقل وما حوى
وليكثر ذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زهرة الدنيا. هذه هي أخوان معاني التقوى. نعم. قلت يا رسول الله زدني. وهذا فيها إذا وجد طالب العلم الشيخ منفتحا عليه مشرئبا إليه فلا بأس أن يستزيده من الفوائد، وإن وجد أن النفس لا تطاوع فيكتفي بما فتح الله على شيخي في تلك اللحظة، لكن وجدت إقداما وإقبالا من الشيخ فلا بأس أنك تقول ليش زدني. نعم. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. ثلاث تجارات لا تعرف الخسارة يا إخواني. الآية 29 في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه ثلاث تجارات ما تعرف الخسارة. الآية 29 سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سورة فاطر آية 29. ثالثا، الذي حديث عائشة: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه له أجران. أنت على كل حال مأجور في تلاوة القرآن، والخاسر من يمر عليه اليوم ولا يقرأ القرآن. وينبغي أن تجعل لك ختمة، إما أن تكون على المدى الأطول في 40 يوم، ومن زاد على ذلك وقع عليه قول ربنا عز وجل أظن آية 30 سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: الهجر هجر تلاوة وتدبر وعمل إلى آخره. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. الحد الأعلى 40 يوم، الحد الأدنى 3 أيام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح يقول: أريد أن أستمتع بحياتي، قال: فأختمه في 3، ولا فمن ختمه في أقل من 3 لم يفقهه. ثم تجعل لك ختم التدبر ممكن تقعد فيها سنة سنتين، هذه ختم الحالة، معك كراس، كناشة، كشكول، وتجعل ختم للتدبر في اليوم، تقرأ آية آيتين وتتدبر ما فيهما عن طريق كتب التفسير إلى غير ذلك، هذه ختمة مستقلة. أما الختمة اللي تداوم عليها باستمرار كل 3 أيام، كل 7 أيام، كل 10 أيام، كل 15، كل 21، كل 30، كل 40، وتستطيع أن تسبع القرآن. يقول أحد الناس: جربت أن يدركني الأذان وأنا في المسجد. قال: حبيت أجرب أنا. يا أخوان الكلمة دي تعبتنا. يا دوب أذن، يا دوب أذن، يا دوب أذن، صح؟ تبغى يقول لك: يا أخي ما يا دوب أذن، تشغال في العمل مع يا أخي يا دوب أذن، لسه بدري، ترى ربع ساعة يقعدون بين أذان والإقامة. الكلمة دي تعبتنا، فضيعت من الناس خشوعهم في الصلاة، وضيعت من الناس سنن الرواتب، وضيعت من الناس الأجور. تلقى ماشي مصربع على الصلاة، لم يفقه منها شيء. يقول هذا الشخص: جربت ان انا يدركني الاذان وانا فين؟ وانا في المسجد. رددت مع المؤذن، قلت الدعاء خلف الاذان، صليت الراتبه، مسكت القران، قال: فوجئت اني اقرا جزءا بين الاذان والاقامه. فوجئت اني اقرا جزء قال بين الاذان والاقامه. قال: فجربت ذلك على مدى اسبوع، فوجئت اني ختمت القران بكل يسر وسهوله، بدون تعب، بين الاذان والاقامه. زي ما انت بتيجي امبريوريتي ان ادفانسد للشغل بردري ربع ساعه تلت ساعه، تعال لي يا اخي الحمد لله في بلد مبارك، يعني بلد تاذن بتوقف الاعمال عند ايش؟ عند الصلاه. قبلها الحمد لله كل جوالاتنا فيها نظام صلاه اللي يدي لك الارمنج 5 دقائق 10 دقائق قبل ايش؟ الاذان. قوم كده توضى كده وظبط نفسك واطلع على المسجد والاذان وردد ورا المؤذن وصلي الراتبه وامسك المصحف على مدى 5 الأوقات، ووقت الفجر كمان تروح قبل الأذان بنص ساعة بساعة، تلقى نفسك تختم القرآن كل أسبوع بكل يسر وكل هدوء، ما أتعبك في شيء. جربوا هذا يا أخوان، جرب هذه الوصفة وانظر ما فيها. يقول لك: اكتشفت نفسي وأنا جالس مع القرآن، كنت في مناحلة
يمر شهر ما أختم شهرين قال جربت نفسي فلزمت ذلك. خلاص الأذان ما يدركني لو أنا فين، وأنا في المسجد. والجزء يأخذ منك 20 دقيقة، وإن كنت مسرعا في التلاوة ربع ساعة بإذن الله عز وجل. ثم إن كتب الله لك قيام ليل، قرأت من ختمتك من المصحف، إنك بكرت الفجر قبله بنص ساعة، قبله بساعة إلى آخره، يعني كل ما وجدت وقتا فيه ليجر تايمز، في وقت من الفراغ، وتليت تجد أنك أنت في خير عظيم. يقول الإمام المقدسي، يقول كان لي ابن عم كنت أقول له إن المسألة تنغلق علي، فيقول زد في ورد القرآن، قال فكلما زدت في ورد القرآن كلما فتح الله علي. كل ما زيد ربنا إيش يفتح عليه، كل ما زيد ربنا يفتح عليه. نعم تفضل منى. قال زدني، قال عليك بيت. نعم تلاوة القرآن وذكر الله. ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا أفضل علاج للدندنة والطنطنة والغنى والغيبة وكذا. الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا اغتاب أحد عنده يقول له سبح 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 سبح، خلاص انشغل بشيء ينفعك يا أخي. لما أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا؟ فلذلك لو تعودنا على ذلك، بعض الناس والله تتعلم منه طول المجلس، اللهم صل على محمد، اللهم صل على، اللهم صل على محمد، اللهم صل على، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، طول المجلس هو في ذكر الله عز وجل، دعوة صامتة أفضل من الغيبة والنميمة والكلام في عباد الله. نعم تفضل. هنا فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، يعني شيء يذخر ويدخر لك فين؟ في السماء، في صحيفة الأعمال. ونور لك فين؟ في الأرض، نور لك من الغيبة، نور لك من النميمة، نورهم يسعى بين أيديهم، نور لك من الوقوع في لحوم الناس، نور في البصر، ونور في القلب والبصيرة. نعم قلت يا رسول الله زدني، قال إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك ويذهب بنور الوجه. نعم فإن كثرة الضحك يميت القلب، تميت القلب وتذهب بنور الوجه. بنور الوجه يعني يقول إياك وكثرة الضحك. يا إخواني تقول عائشة في الشمائل ما ضحك النبي حتى ظهرت لهواته. لها عارفينها لها، هذا اللسان اللي يسمونه لسان المزمار، هذا اللي قاعد في آخر الحلقة هنا، ما يضحك النبي لهالدرجة أبدا. وتجد بعض الناس يقول لك مسرحية 4 ساعات متواصلة من الضحك، طيب وبعدين مات القلب وذهب نور إيش الوجه. طيب يعني مطوع نقعد على طول كذا عباس كباس؟ لا، ما حد قال لك عباس كباس ابن فرناس، ما حد قال لك كذا جزاك الله خير. كان النبي يجلس لكن يضحك بالإيش، يضحك بالمباح جزاك الله خير. والضحك له وقت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا وجد السآمة على وجوه الطلاب قال أحمضوا، يعني إيتونا بملح العرب. أدلك على كتاب جميل، الحمقى والأخبار والحمقى والمغفر لابن الجوزي، كتاب ماتع جدا جميل، تضحك بالسند المتصل. عندك كتاب البخلاء للجاحظ، كتاب الأزكياء للجاحظ، هذه كلها كتب فيها ملح العرب وفيها كلام العرب، أفضل من أنك تضحك على القبائل وتضحك على الألوان وتضحك على الناس إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء التي لا طائل من ورائها. نعم قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. نعم نعم، ورهبانية ابتدعوها، رهبانية هذه الأمة هو وسياحتها هو الجهاد في سبيل الله الذي يكون بشروط التي وضحها أهل العلم. نعم قلت يا رسول الله زدني، قال أحب المساكين وجالسهم. نعم وهذه نقطة مهمة جدا، لأن عن أبي هريرة قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أجد في قلبي قسوة، قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يسترن قلبك. ولذلك كل ما الإنسان جلس إلى المساكين، ولذلك النبي كان يدعو يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني واحشرني في زمرة المساكين عليه الصلاة والسلام. والمسكين هو الذي سكن به فقره، وهو الذي يملك قوت يومه، ممكن يكون راتب 20,000 ويكون إيش ويكون مسكين، لا علاقة للراتب بموضوع أنه مسكين. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة. نعم قلت يا رسول الله زدني، قال انظر إلى من هو تحتك. نعم ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجر أن لا فإنه أجدر
أيوة ألا تزدري نعمة نعمة الله الله عليك. عندك. ولذلك كان من نصائح الوالد رحمة الله عليه كان دائما يقول يعني صاحب من هو دونك لتعلم نعمة الله عليك. وهكذا الإنسان دائما ينظر. أظن كسرى ما كان يتوقع أن سيأتي زمان الناس تركب سيارات وبطاقات إيش صراف وتمسك جوال تتصل بكل أنحاء الدنيا، وليس هو الذي يبعث البريد من بلد إلى بلد يقعد شهرين ثلاثة لين يجي لإيش لين يأتيه الرد. ومثل هذه الأشياء يعني اللي احنا فيه أخوان أعظم مما كان فيه الأسلاف الذين مضوا وكانوا يحكمون الدنيا بما فيها. فلذلك الإنسان إذا أنت الآن جزاك الله خير يعني مثلا ضاق بك الأمر، انظر من هو دونك، لك تمشي على رجليك، هناك من يمشي على ينام على الأسرة البيضاء، أنت الحمد لله تأكل وتستسيغ الطعام، هناك من يأكل عن طريق إيش المحاليل. زوروا إخوانكم في مستشفى عبد اللطيف جميل يا أخوان، وزوروهم في مستشفى العزيزية هنا، تجد أناس 15 سنة في غيبوبة. نعم أي والله 15 سنة يتناول طعامه سوائل عن طريق إيش عن طريق الفم والأنف فقط لا غير. أنت في نعمة. ولذلك بعضنا يقول لك أوف إيه الحياة الزفت دي، فين زفت وأنا أخوك جزاك الله خير تأكل وتشرب، أقل واحد فينا على مائدته صنفان وثلاث وأربع وحياة زفت. أجل الناس اللي ما هي لاقية تأكل وإيش تقول. فلذلك انظر هذه الوصايا كلها تحتاج أن احنا نطبقها في حياتنا. نعم قلت أي نعم يكفرنا العشير. نعم قلت يا رسول الله زدني، قال قل الحق ولو كان مرا. أي والله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على